بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو تتمة للفيديو السابق وسوف يلحق في النشرة التي تخص مسابقة أو سباق ودوري العالم The Pioneer Tournament، المسمى Pioneers. وذكرنا أن هناك تخطيط بعد التسابق كما تعلمون في مجال التعليم، وبعد التحديث لمدة 4 أسابيع من الأحد اليوم 23 الأسبوع الأول، وقد قدمنا تحديث هذا الأسبوع. ثم نرجو يعني من الجميع المتابعة حتى إن شاء الله بعد الفوز نأخذ بأيدي بعض لنشر هذا الفوز وهذا الموضوع اللي هو في مجال التعليم. وقد بينا أنه نحن عندنا المركز الأول على مستوى آسيا والدول العربية جميعها من ناحية المجال التعليم، لأنه على مستوى العالم فقط 2 في مجال التعليم. والمجال لما يكون مثل التعليم هو المهم في القرن 21 وما بعد كورونا، فإن شاء الله يعني نترشح للجائزة. وطبعا السباق هذا الدوري مفتوح، يعني حتى لو ما ترشحنا في 4 أسابيع حنبدأ إن شاء الله معاكم، وسويا إن شاء الله نفوز بالجائزة $1,000,000. طبعا نحن بعد 4 أسابيع نطلق مسابقة أو فرصة لعدد 500، ونسوي ويكون دوري داخلي يتبع شركة شمس للتدريب من مصر، وإن شاء الله يكون كمان صدر كتيب يباع، يعني حتى إرشادات وجميع الطريقة للمسابقة الجديدة التي نحن بصددها لكي يدخل فيها 500 على الأقل إنه يتعلموا. طبعا نحن هذه محاولة إنه السباق يكون باللغة العربية، لكن ما نستطيع نغير في المسابقة، لكن يعني من خلال شمس للتدريب سنكون الأسئلة 30 سؤال للدخول في مجال التعليم وفهم التعليم الجديد. وكما يعني نسهل عليكم، كورونا تجب ما قبلها، حيصير تغيير كبير جدا، يعني ممكن أحد ياخذ جائزة نوبل وهو عنده الثانوية العامة أو الجامعة، وهذا ما يعني لمسناه من مشاركة جوجل، فهناك لهم تعليم مدة 6 أشهر يتأهل الإنسان فيه لمرتبة أعلى من الجامعة، يعني حتى يقبلوا بالابتدائي. طبعا عندهم شروط إنه يكون الشخص الدارس يكون عنده خبرة في الحياة العملية لا تقل أظن عن 20 سنة أو 30 سنة، يعني العمل في السوق أو في المؤسسات وكذا.
وهذا موجود من الآن، يعني تم انطلاق هذه المنصة. لكن منصة البايونير اللي هي التسابق العالمي هي موجودة من سنين، ولكن اتطورت الآن، وكما رأيتم أصبح اليوتيوب والتويتر أدوات للنشر، وهذا شيء جديد يعني حصل أعتقد بعد الكورونا، لأنه مسابقة تاريخها يمكن من عام 2000 أو كذا يعني. فنتمنى يعني بدأنا الآن في ترجمة اللغة الإنجليزية، ترجمناها إلى لغة عربية. طبعا الأسبوع القادم إن شاء الله سنقدم مجالات الأسئلة، ونحن في مشروعنا يعني لم نذكر إلا إنه التعليم، يعني ما ذكرنا إنه عربي وإنجليزي، فنحن بنقدم هذا دعم للعرب، قد يكون واحد من الثانوي وهو مثلا ما شاء الله في مجال العمل وناجح في عمله، فممكن يدخل المسابقة. يعني احنا ما عندنا شروط بالنسبة للتعليم، يعني ممكن يكون ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي أو جامعة أو دكتور، كلهم زي بعض. وحتى كمان ذا بايونير نفس هذه المسابقة أو السباق الدوري العالمي، كما رأينا هناك 6 مناطق، منها منطقتين لأمريكا الشمالية والجنوبية، ونحن في منطقة الشرق الأوسط في منطقة آسيا، وهناك إفريقيا وهناك كذا. فلاحظنا إنه في 30 على مستوى العالم، يعني أخذوا من كل منطقة 5، ونحن مركزنا الآن 8، وإن شاء الله ندخل في ال5 الأوائل بإذن الله يعني، ونكون من المرشحين في العالم. وهناك ترشيحات أخرى، لأن المرشحين في العالم ضمن المسابقة، الفائز أو ال10 الفائزين من ال30 تصفية لهم 100,000 بدون مردود، يعني هدية 100,000 دولار، لكن هناك دعم إلى 1,000,000 دولار للمشروع نفسه، وهذا ممكن إنه حتى لو ما فزنا يعرض علينا. طبعا نحن حنوجه الدعم هذا تحت إشراف جوجل للتعليم، فهم طبعا يستفيدوا، حيكون التعليم زي منتظم، ممكن الساعة ب200 دولار على مستوى الترم، لكن يكون في مجال للتخفيضات أو البعثات، يعني مثل المقدم الآن 6 أشهر من جوجل مجانا، لكن أنت كأنك مبتعث، بحيث الدخل ممكن يكون 2,000 دولار، يعطوك 1,000 دولار حتى تسد القيمة، يعني ممكن هي قيمتها 6,000 دولار، فيعطوك 1,000 دولار لما يصير دخلك 2,000 دولار، يعني يبقى على 1,000 دولار حتى يسد القيمة، فما في شيء مجانا يعني. يعني جوجل ما عندها استعداد تسوي مجانا إلا لأخذ المتفوقين حتى يكملوا العملية، وهي ممكن تسترد المبلغ، وبعد كده برضو حيثما تمطر خراجها يأتي إلينا بالنسبة لجوجل. طبعا المشروع هذا كما يعني أنتم بتقرأوا، يعني مشروع واعد، هو لتخفيض تكلفة الطاقة الكهرباء، وهناك يعني شيء أساسي اللي هي مكة المكرمة، قبل أو في أوائل القرن
حتى منتصف القرن، وأنا عشت كمان في مكة المكرمة، كان نقل الماء بدون كهرباء عين زبيدة، يعني ما يكلف صفر، وكان نظام البازانات وكذا. أما الآن نقل الماء يكلف الدولة الشيء الكثير، وهذا يرهق التعليم والمجتمع، وتبقى الدولة في ديون. يعني طبعا أي دولة دائما الديون من الأمم المتحدة أو من الصندوق الدولي هي للتعليم، فيبقى الناس في التعليم يسدوا، طبعا لو ما توظف الدولة تسد عنه، وال20% هذه اللي من الوظيفة لسداد الدين اللي هي التأمينات الاجتماعية. أكتفي بهذا القدر، أرجو من الجميع المشاركة في اليوتيوب وفي الواتساب بملاحظاتكم حتى نحسن الأداء، لأنه نحن المشروع ماشي، وإن شاء الله ستصدر الرواية اللي هي رواية ست شامية، تبين أن سبب تأخر المجتمعات الدول العالم الثالث هو ضعفهم في تمويل ذاتي للتعليم، بيعتمدوا على القروض من الأمم المتحدة، والسبب ما يصرف خطأ في الاتجاه الخاطئ في الطاقة، نقل الطاقة سواء كانت ماء أو كهرباء. طبعا نقل الماء يكلف أكثر من الكهرباء. وكذلك لازم نعلم أنه حتى في السعودية وفي مصر وفي كل الدول في أماكن ما بتوصل لها الماء، يعني الكهرباء أسهل توصيلها من الماء. يعني في أكثر من مثلا 1 مليون شخص في السعودية في القرى والهجر ما بتوصل لهم المياه، يعني ما في خطوط مياه من الدولة من التحلية. وكذلك في مصر يعني ما يقل عن 10%، معناته 10 مليون اللي هم جهة الصحراء سواء الشرقية والغربية. فهذا الموضوع يؤثر في كل الناس، حتى الناس اللي يسكنوا المدن، وفي عدم وجود الوظائف. والمجال والخلاص هو التعليم، وحتى ننسى فكرة المؤامرة. يعني مشكلة المتعلمين جالسين في المؤامرة، إنه بالعكس الأمم المتحدة بتعطيك ديون، كونك أنت ما تسددها دين مش حيعطوك تاني، ونحن مستمرين في الاعتماد في التعليم على الديون، ولو ما اعطوك تاني حتقصر انت في التعليم. وهذه اللي نحن يعني خبراء انا وكذا، يعني يا ريت كتبت روايات واشياء حتى الناس يفهم. يعني انا مو لازم اتعلم للجامعة، يعني ممكن ابتدائي وابدا اشتغل خاصة الان، يعني مو لازم انه انا اوظف الشخص يكون عنده جامعة. بالعكس احيانا واحد عنده اعدادي كفو اكثر من اللي عنده جامعة. فهي في طبعا نحن ما نقول انه نوقف التعليم الجامعي وللكل لكل من يرغب، لكن ممكن يكون التعليم الجامعي بفلوس ويكون زي البعثات، يعني المتفوقين فقط ال10 الاوائل. لو استمرينا على كده يعني ندور في حلقة مفرغة. طبعا أنا ما بتكلم على الدول، أنا بتكلم على الشعوب، يعني الأهالي يصروا ويصرفوا فلوس وكذا إنه ولدهم يتخرج من الثانوية يدخل جامعة، خطأ، أو بنتهم، خطأ كبير. ونحن شفنا كثير من اللي أخذوا جائزة نوبل في السابق في الخمسينات والستينات مثل طه حسين وغيره، ما اعتقد انه الدكتور طه حسين، لكن نحن في اخرين مثل العقاد ما عنده ثانوي، او يمكن عنده المرحله الثانويه فقط، معروف مصطفى كمال عقاد. يعني في ناس يعني يعتبروه اعلى من طه حسين لانه عنده علم المنطق وعلم هذا، وكلهم قروا تراجم لاكثر من يعني يقروا من الفرنسية
وهم ما عندهم ثانوي، ترجموا كتب وقريوها. عشان كده كانت غزارة لهم في العلم، ومحمد عبده. فأرجو أنه يكون في توضيح، وإن شاء الله سيصدر الجزء الأول من الرواية بعد 4 أشهر أو كذا، ثم الجزء الثاني والثالث والرابع، وفي توضيح للمجتمع فردا فردا وبلغة بسيطة. يعني حتى ممكن في الابتدائي الشخص يعني يقرأ الرواية، طبعا الرواية حتكون بالإنجليزي، باللغة الإنجليزية، يترجمها زي ما كان مصطفى كمال عقاد كان يترجم، كان يترجم من الروسي ومن الكذا، أو تكون مترجمة ويقرأها. طبعا نحن ما حنترجمها، فيبقى شغل الناس إنه يترجموا الرواية، نحن يعني بالصوت مثل هذه التسجيلات، حتى يتعلم الإنسان اللغتين. وإن شاء الله هنحط اللغتين، الكلمات المفردات في الرواية، يعني كل المفردات.